تطبيقات النانو تكنولوجي في مجال البيئة. طبعا النانو تكنولوجي تدخل في الكثير من الصناعات في المجال البيئي، أشهرها أن ممكن تصنيع فلتر. الفلتر ده طبعا يستخدم في تنقية وفلترة المياه من الشوائب والرواسب، زي ما احنا كده شايفين الفلتر ده مبنية فكرة عمله على الفحم النشط. لو أنا مثلا وضعت الفلتر، فتحته ووضعته في مياه ملوثة وتم شفط المياه من خلال الفلتر، نلاحظ إن الماء الناتج يكون ماء شفاف نقي خالي من الأتربة والرواسب. وده طبعا فكرة عمل الفلتر ده مبنية على الفحم النشط، على أساس إن المسامات في الفحم بين جزيئات الفحم النشط لا تسمح بمرور الأتربة والملوثات. شوفوا حضراتكم الفرق شاسع طبعا بين هذه المياه وهذه المياه. يمكن الماء دي طبعا شربها بطمأنينة لأن طبعا خالية من الملوثات. كمان أيضا من التطبيقات المهمة في النانو تكنولوجي في المجال البيئي صناعة الزجاج الذي يستخدم في الشركات والمؤسسات والمباني والمنازل، وهذا الزجاج يسمح بالرؤية بدون مرور الأشعة الضوئية أو حرارة الشمس من خلاله. كمان أيضا يمكن التحكم فيه بحيث يسمح بمرور أشعة الشمس ولا يسمح بحرارتها، أو يسمح بمرور حرارة الشمس ولا يسمح بمرور ضوءها، فيمكن التحكم فيه بالإلكترونية. ده طبعا السطح بتاع الزجاج المعالج بتقنية النانو، وده طبعا الزجاج بيتميز بخاصية التنظيف الذاتي ولا يلتصق به الأتربة. ده كده الزجاج اللي بيستخدم في المؤسسات والشركات. شوف حضراتكم بضغط على زرار يتغير شكل الزجاج بحيث لا يسمح ويحجب ما خلفه، هنا بيسمح برؤية ما خلفه فبيكون قابل للتحكم. كمان برضو زادت التطلعات والآمال في النانو تكنولوجي بعمل مصعد فضائي. فهل يمكن أن تتخيل يوما من الأيام أن تصطحب أسرتك والذهاب إلى رحلة إلى الفضاء الخارجي؟ هذا اليوم خيال وحلم، ولكن ليس ببعيد أن يحققه النانو تكنولوجي. فكرة عمل المصعد الفضائي وجود أنابيب الكربون النانوية التي تتميز بقدرة فائقة على التوصيل الكهربي، كما أن لها درجة عالية من الصلابة والمتانة تفوق الفولاذ. دي طبعا محاكاة للمصعد الفضائي اللي بيربط ما بين الأرض والفضاء الخارجي. دي أنابيب الكربون النانوية. كمان برضه ممكن تزيد الأمال والتطلعات في تصميم عباية تشبه عباية الإخفاء أو تقية الإخفاء. العباية دي طبعا بتحجب ما خلفها، فمثلا أدي عباية أهو مبنية على النانو تكنولوجي. شوفوا حضراتكم مجرد الشخص ده ما يرتديها تختفي جميع معالم جسده وجسمه. الفكرة الرئيسية لهذه العباية إن عند سقوط الضوء عليها فإنه ينعكس بطول موجي لا يمكن للعين أن تراه، وبالتالي لا تحدث عملية الإبصار والرؤية من الآخرين. شوف حضراتكم اختفت معالم جسده نهائيا. ولكن طبعا زي ما احنا عارفين ان كل تقنية وكل تكنولوجيا بيكون تعتبر سلاح ذو حدين، كذلك النانو تكنولوجيا تعتبر سلاح ذو حدين، ممكن استخدامها في الخير وممكن استخدامها في الشر. ده طبعا استخدام في الشر إلا إذا طبعا رجال الشرطة إن استخدموها أو رجال الجيش، فطبعا ده في الخير، لكن هنا استخدامها في الشر للأسف، فهو يحاول سرقة حقيبة أحد الأفراد الآخرين. وهيمشي بها، وطبعا يكاد أن يصاب صاحب الحقيبة بالجنون.
فحاول إطلاق النار عليه ولكن لم يرى. ودي كانت آخر حاجة معانا في مساقنا التعليمي، الوعي بالنانو تكنولوجي.